أيها العظة الأولى إخوتي، نحن نتأمل في يسوع المسيح الذي تجسد ليظهر جمال الآب السماوي، جمال ألوهية الآب. Dans cette première homélie, qui est en rapport avec la première prière de la Novène, on va méditer que par l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Christ, du Fils de Dieu, de l'Emmanuel, Dieu avec nous, le but ultime, c'est de révéler la bonté divine du Père Céleste. إخوة الأحباء بهالعزة أحب لكم شغلة أساسية. أولى رغبة الآب قبل أن يخلق الإنسان إنه يصور الإنسان بأجمل جمال الدنيا، هيدي رغبته بالبداية قبل ما يخلق آدم من جبل التراب ونفخ فيه من روحه. وأكيد بفكر الآب كان عنده شيء مهم يعطيه للإنسان من جماله هو، وأعطي للإنسان خلق وأعطي صورته مثال صورة الله. نحن خلقنا على صورة الله، أبهى صورة في الوجود صورة الألوهة. قديش مهم نعرف أهمية الخلق، قديش أحبنا الله قبل أن نوجد، حب عظيم ليخلقنا على صورته مثال، يعطينا من جميل حياة، جمال قلبه، جمال صورته، جمال كيانه. هالجمال الألوهة هيدا إخواتي أكيد ما قدرنا نعرف، ولا بيقدر فكر إنسان ولا قوة إنسان تقدر تعرف إلا بقوة تجسد المسيح، بتجسد المسيح بشخص يسوع الإنسان. ومن أحشاء ابن مريم كان هدفه الأساسي إنه يفرجينا الصورة اللي أدناها بخطيئتنا الأصلية، أفسدناها، شوهناها، بطلنا نعرف شو هي، صرنا عايشين بظلم، صرنا عايشين بالبشاعة الكلية. قديش مهم تنقدر نحن نفهم ونقرأ ونتشاهد صورة ألوها، جمال ألوها الأبوية. المهم إنه نشاهد الإبن مثل ما نعم كان سفرون يعني خبرنا، إجا النور إلى العالم والعالم انتهى، العالم رفض النور، النور يعني الجمال الإلهي، صورة الله. قديش مهم هالرغبة الرائعة، وقديش مطلوب منا نعرف صورة، نشاهد صورة الله بشخص المسيح وبالإنجيل وبالتأمل بالإنجيل وبمشاهدة كل شيء أعطانا إياه المسيح بمثل، بكلام، بأعمال، بالعجائب اللي صورة الله، جمال الله هو جمال المحبة المطلق مجاني، ما حدا الله بده منه شيء، محبة ما لها مصلحة شخصية. صورة الله صورة الرحمة الرائعة المألحة، صورة الغفران يلي عقلنا البشر وقت ما بيقدر يتصوروا قديش غفرنا الرب. وعدتوا معي قديش بتقرب الإنجيل الكتاب المقدس بتتعمقوا، قديش بتشوفوا صورة الله، قديش بتشاهدوا صورة الله. هذا واجب أساسا للإنسان يشاهد صورة الله من خلال يسوع المسيح، صورة هالسلام ما بينتهي، ما بينكسر حتى في خضم صعوبات الدنيا. أول ما انطلع الله أحبك، خلقك على صورته مثال، خلقك ولا أجمل خلق في الدنيا، أعطاك قلبه الطيب ليصير قلبك من القلب. نقطة الدنيا لمن؟ بتجسد المسيح. ربنا أراد كمان مش بس يكشف لنا هالصورة، يظهر لنا هالصورة، تتجلى هالصورة آب السماوي، صورة الألوهة الحقيقية للإنسان وبس، مش هيدا كان الهدف بس. النقطة الثانية الأساسية
اثبت كان يسوع ورغبته الاساسيه وحبه لإله لنا بده يطبعنا بس بده يرجع يطبعنا بصوته هيدا الاساس. وهون بنعمل نعمل التجسد اللي بدنا نطلبها اليوم، يا رب طبع صوتك فيه، طبعنا بصوتك، رجع من جديد تنكون اهل نرجع نعيش بالملكوت، اهل نرجع نعيش مع قلب الملكوت اللي فقدناه واللي افسدت هالفقد افسدت لنا الصوره فيه، وما زالت حتى اليوم هالصوره فاسده فينا مشوهه فينا. الله بده اياك تتطبع من جديد بصورته. قديش من التطبع هيدا عمل يومي، مجهود يومي مع نعمه الله. بدي جاهد انا بقوه النعمه بقدر اتطبع زي ما بدي. وهيدا مشوار مقدس اطلبه كلنا لكم وانا قبلكم. طبعني يا رب بصورتك، طبعني، شبعت فساد، شبعت خطية، شبعت تشويه لقل لصورتك فيي، طبعني فيك، لأنه بس اتطبع فيك رح عيش الفرح الحقيقي، رح عيش السلام الحقيقي. تالت نقطة أساسية كمان بيطلب لنا من الرب، مش بس قصة يظهر لنا جماله ونشوف جماله بيسوع المسيح وهالجمال يتطبع فيي وبس، أنا دوري كمان مسؤول طبع الصورة بقلوب الناس. ليش المهم يحس الإنسان إنه أنا طبعت صورة الله بهالإنسان، كان مشوه صورة الله فيه وأنا طبعت صورة الله فيه من جديد، جددت جددت صورة الله اللي فيه اللي تشوهت بالخطأ. نحن قد ما فينا نشوه صورة الله بالعالم، قد ما فينا نقهر العالم ونشوه صورة الله فيها بكل المجالات ما منقصر، بس اسعى انه جمل صورة الله بالناس بالحب والسلام والفرح. هي بدها نعمة بدها مجهود. منصلي لانه من العماد المقدس طبعنا الله فيه تنطبع الناس فيه بقوته وبمجهودنا نحن. صلوا كتير تجمال الله يتطبع بكل هالمشاكل فينا بكل انسان، تيملك الله على كل انسان حبه الله رحمه الله سلام الله. قديش هيك بنصلي تيكون كل قلب هالدنيا شبيه بقلبه بجماله، وهيك كل شيء بيروح كل الشر والشيطان بيندعس منه.